فوز ثالث للمغرب التطواني في بطولة هذا الموسم بهدفين دون رد، وهذه المرة على حساب الفتح الرباطي الذي تجرع مرارة هزيمة الرابعة. أولى المحاولات كانت لفائدة أصحاب الأرض عن طريق عبد اللطيف دلحسن، لكن تسديدته كانت بعيدة. بعدها أتيحت الفرصة للفتحيين لإحراز هدف السبق، إلا أن الكاميروني دانييل مونشاري ضيع الكرة. مجهود إدريس سوية الفردي لم يكلل هو الآخر بالنجاح. في مقابل ذلك العناصر التطوانية حاولت الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وبالفعل حملت الدقيقة 41 بشرى للتطوانيين بهدف السبق سجله مرتضى فال بعد استغلاله لركنية عبد اللطيف دلحسن، هدف منح التقدم للحمامة البيضاء وخيبة الأمل لفرسان الفتح. خلال الشوط الثاني شنت العناصر الفتحية حملات متتالية، الهدف منها السيطرة على أجواء المباراة، إذ تناوب كل من يوسف وحكيم أجراوي على تهديد مرمى الحارس الخرفي، لكن هذا الأخير كان في مأمن عن محاولاتهم. أخطر محاولة للفتحيين أتيحت لعبد الإله منصور، لكنه أهدر فرصة التعادل. دخول محمد كامارا بدل بلال مكري لم يكن اعتباطيا، فسرعان ما استغل تموقعه داخل المستطيل الأخضر. تلقى الغيني كامارا تمريرة من عبد الصمد المباركي وأسكنها في شباك الفتحيين مسجلا الهدف الثاني للتطوانيين. الهدف دعم معنويات أصحاب الأرض ومنحهم نزهة في وسط الميدان، عكر صفوها بطاقة حمراء أشهرها حكم المباراة في وجه عبد الصمد المباركي، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق للتطوانيين، انتصار مكنهم من إضافة 3 نقاط ثمينة إلى رصيدهم.